لاعب افضل اوقاته في اوروبا. كره بتعود الان محاوله أرناوتوفيتش. يا سلام يا سلام، الانتر وعنفوانه. الانتر يبدا بهذه القوه، يبدا بهذه القوه. أرناوتوفيتش لا تعبث امامه، لا تعبث امامه فتندم. الانتر بجديه كامله يسجل اول الاهداف. الكامبيون دي ايطاليا يتقدم الان. هذه تمريره وصلت الى أرناوتوفيتش، وأرناوتوفيتش بلمسه رائعه، بلمسه رائعه وضعها أرناوتوفيتش، سجلها أرناوتوفيتش، يبحث عن هذا الهدف. اللاعب اللي عاندت الكره كثير في هذا الموسم ركنها رائعه، ركنها رائعه. يا عيني أرناوتوفيتش، يا عيني أرناوتوفيتش، يسجل اول الاهداف في شوط المباراة الأول. الإنتر لا يتأخر، الإنتر لا يتأخر. يسعد الكورفا نورد في هذه الليلة، ينطلق فيها بتمريرة أمامية لمزرعة فيرونا. الكرة الخطيرة الآن وتمريرة حلوة حلوة حلوة. يا سلام يا سلام، عادوا، عاد إلى فيرونا، عاد، عاد إلى فيرونا، عاد مرة أخرى. سجل التعادل بطريقة جميلة، وصلت إلى لاعب نوسلين، ونوسلين ما كذب خبر، نوسلين ما كذب خبر. عاد مرة أخرى، خامس أهدافه. أن تسجل في مرمى البطل، هذه بطولة. أن تسجل في مرمى البطل يا نوسلين، هذه بطولة، هذه بطولة. لذلك الآن يسجل في مرمى البطل لاعب نوسلين، يسجل هدف التعادل ويعيد الأمور مرة أخرى إلى نقطة البداية. سوسروف تمريرة رائعة، تمريرة رائعة من اللاعب سوسروف، والنهاية من نوسلين، وضعها في الشباك، سجل التعادل. أعاد مرة أخرى نادي راس فيرونا إلى المباراة، أعاد مرة أخرى راس فيرونا إلى المباراة. انتصار دومفريس يلعب كرة الآن، محاولة مبعدة، نوسلين، نوسلين تمريرة خطيرة، ميتروفيتش خلبوها، سجلوا الثاني. ريمونتادا لإيلاس فيرونا، ريمونتادا لإيلاس فيرونا. ما أجمل أن تنهي الموسم بانتصار على البطل، ما أجمل هذه البطولة لإيلاس فيرونا، أن ينهي الموسم بانتصار على البطل. يتقدم الآن ويبحث عن مسك الختام يا باروني، إنجاز يبحث عنه باروني. نعم الانتصار مع باروني على الإنتر بمثابة إنجاز في هذه الليلة، لذلك يبحث عن ذلك. باريلا حاول وبعدت الكرة من أمامه، وصلت بعد ذلك شوط الضغط على حمل الكرة. نوسلين هو كلمة السر، سوسروف بتسديدة راحت زاحفة أرضية، سجل الثاني. أوديرو تابعها وهي تعانق شباكه، أوديرو استمتع بها وهي تعانق شباكه. أصبحت النتيجة الآن 2-1 بعد التقدم بهدف لنيراتوري. قلبوا النتيجة، قلبوا النتيجة باروني. ليها كان أو هذا الأفراتيزي، تمريرة حلوة حلوة حلوة. يا عيني يا سلام يا سلام، لكن الكرة، ما هو القرار؟ هل هنالك راية؟ هل هنالك راية؟ لا، الكرة ما فيها شيء، الكرة ما فيها شيء. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هذه المتابعة من أرناوتوفيتش، أرناوتوفيتش هيها، نزل أفراتيزي لأرناوتوفيتش، وأرناوتوفيتش وضعها في الشباك، وضعها في الشباك بهذه الطريقة. ثنائية للتاريخ يا أرناوتوفيتش.